من الحاجات اللي موجودة في ريفيت 2018 هو إن أنا لو دخلت على السبيس من أنالايز، دخلت ريبورت سكادول، رحت دايس على سهم الصور دوت ودخلت على السبيس، بلاقي إن أنا دلوقتي بقى عندي إمكانية إن أنا أعمل سبيس جديدة وبيلدنج تايب جديد. كان الأول لأ، هما موجودين وأنت بتعدل في البيانات، فدلوقتي إدالك إمكانية إن أنت تعمل أي غرفة. ممكن مثلا تعمل غرفة، مثلا لو انت مثلا بتبني سجن ممكن تعمل غرفة مثلا تعذيب مثلا، او بتعمل مدرسة ممكن تعمل غرفة مثلا غرفة بتاعت الفئران بحيث اللي ما يسمعش كده تحطه فيها، وهكذا يعني. دي بقى تبدأ تشوف الخصائص بتاعتها، درجة الحرارة اللي الفئران ممكن تعيش فيها والبني آدمين ما يعيشوش، يعني تدخل الخصائص حسب الكودز. تمام، دي الخاصية الجديدة ان هو بيديني ان انا اعمل كرييت ودبليكيت للغرف الجديدة اللي انا ممكن احتاجها.